الإخوان والأخوات اليوم كانت واحد الوقفة احتجاجية أمام مركز طلب التأشيرة فوا فاس جلوبال. هذه الوقفة دارت من أجل العشوائية في الطراز ديال الباسبور. عطاو الناس ديال شهر 10 وخلاو الناس ديال شهر 7 وخلاو الناس ديال شهر 8 وعطاو الناس ديال شهر 9. كاينة العشوائية وكاينة الضبابية من أجل الطراز ديال الباسبور ومن أجل المواعيد. كذلك الإخوان الناس اللي عندهم عقود عمل مازال ما توصلوش بالمواعيد ديالهم، وكاين اللي مازال ما توصلش بالميساج الثاني ديالهم، وحتى صحاب التجمع العائلي كذلك مازال السيت مغلوق والمواعيد منعدمة. يلا الإخوان باش ما نطولش عليكم، تفرجوا بالفيديو حتى الاخر وبارطاجوا الفيديو مع خوتكم وصحابكم ومع الناس اللي كيهم الامر هذا، ان شاء الله نستافدوا ويستافدوا ويستافد الجميع، والله ييسر جميع الإخوان والأخوات. الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الظروف، وتحيه طيبه لاخواني المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الاخوان اللي اول مره كيشاهد القناه يدخل يشترك ويدير اعجاب، ولا عندك شي سؤال خليه في بلاصه التعليق ان شاء الله غادي نجاوبك على السؤال ديالك، وما تنساش تفعل زر الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. المهم الاخوان باش ما نطولش عليكم، وخير الكلام ما قل ودل. الاخوان والاخوات، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الوقفه الاحتجاجيه اللي دارت امام المركز لطلب التاشيره فوافا جلوبال من اجل المواعيد ومن اجل العشوائيه في الطراز ديال الباسبور. الناس اللي عندهم عقود عمل مازال ما توصلوش بالمواعيد ديالهم كلهم، وكاين اللي مازال ما توصلش بالميساج الثاني ديالو، والناس اللي عندهم تجمع عائلي كذلك مازال السيت مغلوق، ما كاين لا مواعيد لا والو. هاد الناس خرجوا مدايرين وقفه احتجاجيه من اجل المواعيد ومن اجل الطراز ديال الباسبور. يلا الاخوان خليكم تشوفوا هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي دارت امام مركز ديال طلب التاشيره فوا فاس جلوبال. اصحاب هذيك سميتو ديك الوقفه الاحتجاجيه وصلوا لهنا الشركه ديالهم. الزرا وحميدة والنساء والناس تحت الأرض كيدوزو في الوقوف ورجولي عشوائية، لا للعشوائية، 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 ولا للعشوائيه، ولا للعشوائيه، ولا للعشوائيه، ولا للعشوائيه. شهر 10 عطيتهم، شهر 10 عطيتهم، شهر 10
كاين والتجمع العائلي ما كاينش كاع تيراجعوا شهر 8 شهر 7 بلي هذا الكلام خليتوهم وزعما خليتوهم هذا عار هذا عار تجمع في خطر هذا عار هذا عار تجمع في خطر السلام عليكم الخوت بخير هانين لاباس عليكم اخر اخبار راه قال لك الناس اللي عندهم الكونترات المشاريع ديال الطوموبيلات اللي داك داك التلفزيونير ولا ما كاين غير السيكوريتي ما كاين غير عطيني نعطيك المهم داك الشيء ما نعاودلكوش المهم الوقفه كانت ناجحه 100% والصوت وصل للعالم العربي للعالم الدنيا نتمناو ان شاء الله يكون خير داك التلفزيونير كيف شفتوا الاخوان الوقفه الاحتجاجيه اللي دارت امام المركز ديال الطلب التاسيره فوافاس جلوبال هذه الوقفه دارت من اجل المواعيد الناس اللي عندهم عقود عمل مازال ما توصلوش بالمواعيد ديالهم والناس اللي عندهم تجمع العائلي مازال حتى هما ما توصلوش بالمواعيد ديالهم ومازال السيت مغلوق هذا الشيء علاش الناس خرجت وبدات كتغوت حدا الشركه وحتى الناس الاخوان اللي عندهم تراز ديال الباسبور حتى هما الاخوان مازال ما عطاهمش الباسبورات ديالهم وكاينه العشوائيه في التراز ديال الباسبور الناس ديال شهر 7 مازال ما عطاوهم عطاو للناس ديال شهر 10 الناس ديال شهر 6 مازال عطاو للناس ديال شهر 9 يعني الاخوان كاين الضبابيه كاين بزاف ديال الاختراقات هذا الشيء اللي خلى الناس تنتفض وتخرج امام المركز ديال الطلب تاثيره فوافاس جلوبال باش يهضروا على الحقوق ديالهم هذا حق ديالهم مشروع ما كاينش اللي غادي يقلعوا لهم المهم هو ما يكونش شغاب ويهضروا على الحقوق ديالهم المشروعه بالتي هي احسن الاخوان والاخوات المركز ديال الطلب التاسيره فوافاس جلوبال راه حط واحد البلاغ كيعلمكم فيه باش تبعوا الطلبه ديال الباسبورات ديالكم من واحد السيت اللي غادي نوري لكم دابا الاخوان وغادي نخلي لكم الاخت تشرح لكم كيفاش غتعمروا المعلومات ديالكم باش ان شاء الله تبعوا الطلبات ديالكم وتعرفوا جميع المعلومات على الباسبورات ديالكم تخلي الكميه ديالك في الخانه الثانيه وكتخلي داك الكود اللي عندك تحت داك الكود بار في الروسي كاين واحد الكود الى عندك تجمع بالنولاس درك هنا كتبدا ب اي تي كا سلاش مثلا عندك سميتها عندك هذيك ريفيرونس نمبر غتكتبي فيها هذه اي تي كا مثلا نهار دافع نهار دافع عندي 27/7 غديري 27/7/2023 وداك الكود الاخر اللي عندك والتحتانيه هذيك لاس نيم غتكتبي فيها الكنيه ديالك من بعد غدوزي لداك الكود اللي عاطينك داك اش او دبليو دي بي غتكتبين كيف ما هما ديك الكلمة وغتشوفو كيفاش تلقى صافي راه غادي يعطيك يا هذا الاخوان اللي مازال ما مستارك يشارك وعطينا لايك ديالكم وكتبونا شي تعليق يكون محفز باش ان شاء الله نستمروا وخليت لكم الراحة حتى الفيديو الجاي ان شاء الله والله ييسر لكم الامور